قلت انا عايز وقت، عايز وقت، عايز تفكير. الواحد اتفضل، انا ما كنتش عايزه اطلع، بس بجد حسبي الله ونعم الوكيل. الاسئله كانت صعبه جامد، هي عايزه تفكير وعايزه وقت. انا نفسي اتدمرت من اول يوم، من اول يوم الامتحانات صعبه كلها. الواحد من ساعتها هو عايز فقد الامل، انا مش عارفه اقول ان الانجليزي هيجي صعب وكده كده هيجي في الثالث صعب، عشان دي سنه لو امتحانات الترم الاول كان حلو، هو العلوم بس اللي ممكن يكون فيه اكيد اكيد، بس باقي المواد النهارده تاريخ ولا جغرافيا؟ الوقت، الوقت كان كافي لحل الاسئله الاثنين. الوقت كان اصعب يعني، اكتر ماده كانت صعبه الترم ده كان ايه؟ اكتر ماده ممكن بالنسبه لي العربي، لان العربي كان ماده كانت سواء نحو سواء كلام. يعني انت شايفه ان كان كام سؤال صعب في الامتحان كله؟ حوالي خمس أسئلة حاجة. خمس أسئلة في الامتحان؟ محتاجة تفكير شوية. زي في إيه بقى؟ في التاريخ اللي كان هنا، قبل قصدي الجغرافيا كانت سهلة. الجغرافيا سهلة؟ المشكلة كانت في التاريخ. كان حلو قبل الأسئلة كتير. كان سهل ولا صعب؟ لا كان سهل. كان الوقت كافي لحل الأسئلة ولا لا؟ لا لا كان حلوة، بس عايز اللي مذاكر كويس. من اول يوم الامتحانات صعبه كلها، الواحد من ساعتها هو عايز فقد الامل، انا مش عارفه اقول ان الانجليزي هيجي صعب وكده كده هيجي في الثالث صعب، عشان دي سنه لو امتحانات الترم الاول كان حلو، هو العلوم بس اللي ممكن يكون فيه اكيد اكيد، بس باقي المواد النهارده تاريخ ولا جغرافيا؟ الوقت، الوقت كان كافي لحل الاسئله الاثنين. الوقت كان اصعب يعني، اكتر ماده كانت صعبه الترم ده كان ايه؟ الامتحان كان صعب؟ اه صعب والله. قولي بس الامتحان كان صعب؟ الامتحان كان صعب؟ الحمد لله. كم سؤال صعب في الامتحان كله؟ يعني هو كان فكرة كانت في الجغرافيا والتاريخ، بس يعني ما كانش مذاكر كويس ولا مذاكر ما بين السنين. الوقت كان كافي لحل الاسئله ولا لا؟ لا مش كافي. قول الوقت ايه كده؟ قول الامتحان صعب خالص. بصي طالعين مزعلانين برضه، ليه كده؟ كل مره على كده، ده كل يوم ماده اصعب من اللي قبلها. ما يعني بعدين ده مرحله ثالثه اعدادي مش ثانوي، يعني في ايه؟ متابعينا الأعزاء، نشكركم لحسن المتابعة والاستماع.